السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في موقع سوس 24. اليوم غادي تعيشوا معنا اجواء ديال الخيمه الرمضانيه ديال الاشراق من الاول حتى الاخر. مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخير جانا من المحسنين، الله يخلف عليهم، وحنا تنقادو هنايا تنوضو مع السبعة الصباح إن شاء الله، تنبداو الحريرة، تنبداو التوابل ديال الحريرة، تنصبو البرامي، تنمشيو لعند مولات البغرير، تطيب تحرك البغرير وتقادو وتخليه حتى يخمر. مشينا لعند مولات البيض، تدير البرمه الكبيره باش تسلق البيض. فاضي مولاي احمد مؤطي بجمعيه اشراق، مشرف على حاليا اللي على الخيمه. اليوم تنشوفوا بان العمليه بدات ديال توزيع الكراسي والطوابل، كيفاش نحطوهم، كيفاش تنشوفوا بان تنوزعوا ما يزيد على 440 طبله للسعه ديالها 400 مستفيد. دش متطوع. حنا دابا في هذه اللحظه كنوجدوا في مائده الرحمن. دابا يلاه كنوجدوا الطبالي والجبابن والكيسان بما كيجيو الجروب الاخر كيحطوا التمر والشباكيه، ويعني كيف ما كتشوف دابا الاخت مكلفه بالكيسان. الرحيم مصطفى هندي، مول خريط داخل جمعيه اشراق للتنميه. الان كتواجدوا معنا داخل خيمه اشراق الافطار الرمضاني. عندنا هذه المنطقه، حنا كنخدموا داخل هذه المنطقه اللي كتميز هذه المنطقه باستقبال المؤونه اللي كنعطوا للناس من بيض وفرماج، خبز، شباكيه، تمر، لي ساندويتش، اتاي كذلك الحريره. من هنا كنمروا مباشره العملية ديال التوزيع. التوزيع تقريبا كنحاولوا نشدوا البيض بهذه الطريقه، هذه كل 10 البيضات في كل في كل في كل جهه، بالاضافه ل 10 الفرماجات، باش كيجينا التوزيع سهل داخل الخيمه، لان كل طبله كتحتوي على 10 ديال الاشخاص. لهذا كنحاولوا نقسموا العمل باش يجينا سهل، لان وجبه الافطار كتعرف واحد الوقت اللي هو ضيق، خص ماكسيمو نكونوا تقريبا نغطوا واحد 40 طبله تقريبا اللي كتواجد معنا داخل الخيمه. وشكرا. رب العالمين تقولك رب العالمين تعني الكربون. الله عز وجل يقول ولد ذي قمه. السلام عليكم، الاسم منى الشرداني، متطوعه في جمعيه اشراق. حنا العمليه اللي كنقوموا بها دابا هي تنفرقوا المواد بحال التمر والشباكيه والخبز اللي كنجيبوهم من ديك البلاصه كيكون فيها السطوكاج، من بعد كنفرقوهم على الطبالي. كاين التمر، كاين الخبز، كاين الشباكيه، كاين التيبان، ومن بعد راه كاينين حوايج اخرين كنفرقوهم. السلام عليكم ورحمه الله، فيصل ايتباري، متطوع بجمعيه اشراق للتنميه. الان كما كتلاحظوا معنا بدات العمليه الاخرى اللي هي جات الحريره بعدا دخلت للداخل باش تبدا نحطوها في الكوامل اللي كتفرد تفرقوا على الطبالي. وكاينه كاينه واحد الكاميله كتمشي الليل كنفرقوا على الناس الاخرين اللي كيجيو كياخذوا الفطور ديالهم وكيمشيو. وهذه العمليه هذه كتقام بالموازاه مع عمليه اخرى اللي هي استقبال الضيوف ديالنا. مرحبا سيدي، اهلا وسهلا.
استقبال الضيوف ديالنا وكيجلسوا في الطبالي، وكان كنظموا بهذه الطريقه هذه، كنظموا بهذه الطريقه هذه الطبالي كاملين كيعمروا. ديك الساعات كنحطوا لهم الحريره وكنحطوا لهم اتاي وداك الشيء الاخر اللي بقى، كاع المكونات الاخرى اللي كتبقى ديك الساعات كتفرق من بعد. معكم اخر موش محمد من جمعيه الاشراق متطوع. يعني الحمد لله هذا الخير اللي كنديروا خمسه البرمات حتى لسته ديال الحريره، كندخلوا خمسه او اربعه الفين كاين الافطار في الداخل ديال الخيمه، واحد القدره بحال هذه كيف ما كتشوف كنفرقوها للناس. يعني الناس اللي ما كيقدوش يفطروا هنايا، او شي واحد اللي ما عنده شي واحد مريض في الدار ولا هذا، كنعطيو الحريره كنفرقوا فوق من 40 واحد حتى 50 واحد من هنا يوميا، من الاول ديال الشهر ديال رمضان حتى الاخر. انا متطوعه في جمعيه اشراق للتنميه، كنشكر اللجنه اللي على راسها السي رشيد، وكنشكر جميع الاعضاء وكذلك المتطوعين منهم شباب وشابات. في هذا المكان هذا كنقوموا بغسل الاواني بعد الافطار مباشره، كل كيب معكم رشيد المعيفي، رئيس جمعيه الاشراق للتنميه بحي الجرف. انتم معنا الان في خيمه الاشراق الرمضانيه، خيمه الافطار اللي كتنظمها جمعيه الاشراق للمره السادسه على التوالي. الحمد لله راكمه تجربه كبيره، كتشوفوا الامور كي كتمر الان انتم في الخيمه، الامور الحمد لله كتمشى بطريقه منظمه، الناس كلشي مرتاحين، الناس عارفين ما لهم وما عليهم. هذا كلشي هذا العمل كامل بفضل المحسنين وفضل الاعضاء وفضل المنخرطين. هذا الشيء يعني كيفرحنا وحنا غاديين فيه، بفضل الشباب وبفضل الجميع. كنتمنوا ان الجمعيه تشوف امور اخرى، تبدا انشطه اخرى اللي تكون ايجابيه واللي غادي تاثر بطريقه مباشره على الساكنه ديال حي الجرف، ونتمنوا التوفيق للجميع وشكرا.